رح نروح للأردن حيث حسم فريق نادي عمان لقب دوري المحترفات لكرة القدم على حساب حامل لقب شباب الأردن. جاء التتويج بعد 9 انتصارات متتالية. محمد قدري حسن حضر التتويج وخرج بهذا التخريج. الحمد لله، أول شيء هذا الإنجاز بنكتب بتاريخ نادي عمان. إحنا الحمد لله متصدرين الدوري بدون ولا خسارة ولا تعادل ولا أي هدف داخل فينا. 60 هدف. الحمد لله، هذا إنجاز صراحة بيصنع يعني صراحة للأردن ولنادي عمان، لأنه الدوري الأردني معروف ضمن الدول العربية بأنه دوري كثير قوي. في هذا المكان ألعب البولو معنا ميساء جبارة. ميساء، هدافة المسابقة، كم جول سجلت من 60؟ 16. ماذا نقول اليوم بعد هذا الإنجاز الشخصي لك؟ 16 هدف من أصل 60 و9 انتصارات متتالية ولقب جديد. الحمد لله، يعني مع التعب هو وتمارين ربنا وفقنا بهاي المباراة وقدرنا نجيب ونسجل. أهم شيء عندنا هاي المباراة، مباراة الدوري، وطبعا الفضل كله للفريق والمدربين وكل حد. الحمد لله، صراحة هذا الموسم نستاهله كثير، تعبنا فيه من أولها، صارت ظروف كورونا، بس الحمد لله بنستحق هذا الفوز وأخذناه. يعني ملك شنك سجلت 60 هدف في 9 مباريات متتالية ولا هدف في الشباك. ملك شنك حتى اليوم ركلة الجزاء التي منحت لفريق شباب الأردن تمكن الفريق أو لم تسجل عليك. الحمد لله رب العالمين، فوزنا بعد تعب وجهد طويل، قدرنا نتوج حالنا والكادر وكل حد بشجعنا بها 27 نقطة، وأكيد لسه ما خلصنا. إن شاء الله عربية وآسيوية، وإن شاء الله دائما إحنا فخورين باسم الأردن بأي دولة إحنا من ندخلها نكون فخر لها ونعكس صورة كتير حلوة. هارد لوك إلهم، يعطيهم العافية، فريق كتير قوي وفريق كتير منظم، هم دائما يعني لد إلنا ويعطيهم العافية. مبروكين، الله يبارك. بعد هذا الإنجاز المحلي لافت لفريق نادي عمان، فإن هذا الفريق الفتي والكبير يتطلع لمشاركة عربية وربما قارية اعتبارا من العام القادم. لبرنامج صدى الملاعب MBC، محمد قدري حسن، عمان. كبران لك قدري، بعدين ليش إيدك عم بترجوا؟ بس ما شاء الله عليهم البنات، مبروك لعمان. 60 هدف 9 مباريات، أصلا صار نحسبهم طلعوا 6.66 ورقم 6، يعني رقم الساعة تبعي 6. أنا وليد 6.6 وأنا 6.666، ف 60 هدف وعليهم ولا هدف. ولا هدف و60 هدف في 9 مباريات وبطل الدوري. هذا مرعبين الفرق الآخر طبعا. إي بس أنا مع كرة القدم النسائية.